قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال يدخل في هذا من تشبه بهم بلباس أو زي أو حركة أو نحو ذلك ولو لم يقصد التشبه بهم، لأنه قد يقول يعجبني هذا اللباس ولبسته من أجل إعجابي به، فيقال له ما دام أن هذا اللباس هو لباس الكفار فإنه محرم بقطع النظر عن نيتك. إن صاحب هذا الفعل نية في التشبه فهذا أعظم وأعظم في التحريم.